طيب احنا بنبدأ في فقرات التكريم وبالتكريم الشرفي. يتفضل الآن نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام الأستاذ علي العزازي، فليتفضل مشكورا. هلا والله بفراس، يا مرحبا، حياك الله، طال عمرك، يا مرحبا. طيب احنا عندنا تكريم لتكريم شرفي لكبار ممثلين شبكة المجد وكل الكبير طبعا اكيد، فنرحب باول بس قبل ما ترحب اسمح لي بس اي تفضل المايك شوي ابد ابو فراس استاذ انا ما اقدر اقول اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المايك شغال؟ شغال شغال. استحي اوقف هنا صراحه واقطف ثمره او اسرق لقطه وانا لست اهلا لها. الحقيقيين الذين كانوا سبب في هذه المئه هم من سبقوني وتعلمت منهم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعلام الاسبق الدكتور علي القحطاني ونائب الرئيس لقطاع الاعلام الدكتور عادل يوسف ابو عادل يوسف الهاجري، فلو يجون يكرمون من كانوا سببا في هذا. تفضلوا ترى بنوقف الحفل لما تجون يعني عادي. أنا لن إحنا ما ورانا شيء يعني. بس هذه اللقطة بعد كذا أنا 70,000 تكريم هنا بشيل همه يعني، مو مشكلة بس تعال إذا تسمحون. ترى معطينا البث للساعة واحدة. يلا يا دكتور، دكتور علي ودكتور يوسف. حياك الله دكتور، يا مرحبا، يا هلا والله سهلا، يا هلا والله سهلا. أنا دكتور، هلا والله دكتور علي، هلا والله دكتور يوسف. الله يسعدك، يا مرحبا. طيب يا سلام عليكم. عاد احنا فاجأناهم بهذا واعرف انهم طبعا ما يحبون الظهور، لكن هذه اللقطة هي لقطتكم، أنا الحين برجع. الله يسعدك. طيب ياسر، لعلنا بنبدأ في التكريم الشرفي مع أول النجوم، وهو طبعا احنا بس لو نروح بس شوي على الشاشة بنعرض مادة فيلمية معنا بالتزامن. الأستاذ هاني مقبل وأولى المكرمين، تفضل الأستاذ هاني. وين الأستاذ هاني؟ صبرا تخنق الآمال حسرا، وين ألاقيها طيوفك وتجبر للقلب كسرا. يا أخو وين الطريق الموصلة، وين هدروب اللقاء من هو يجاوب الأسئلة. سدد الله خطاكم من سعالي. تعال والي كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، يا اهلا ومرحبا. لسان الحال يغني عن المقال. شكرا لهذه الشبكه لمسه الوفاء، وبحق هذه الشبكه هي عائله واحده. انا اقف بجانب رفقاء الدرب وامامي ايضا رفقاء الدرب، وكل من كان يشاهدنا ويدعم هذه الشبكه هم من رفاق الدرب، وهم لبنات من اللبنات التي بنت هذا الكيان الشامخ، وكل هذا الكيان الشامخ هو في خدمه الاعلام الهادف. جزاكم الله خير وشكرا لكم. ايضا ممثل كبير جدا له سنوات طويله من العطاء في دراما شبكه المجد، الفنان عمر الدغيري، الاستاذ عمر الدغيري. حلوي وذكرى لها موال بالقل والكثرة تلقى الأمل رجال. أحلامنا خطوة وذكرى لها موال بالقل والكثرة تلقى الأمل رجال. أيام ماضيها فيها الكرم مزروع، تعلو وتكبر سدد الله خطاكم من سعى للخير يظفر. قادة المجد هنيئة في الله أثمار، طول الدين ذخر جهدكم والله يشكر. بس تفضل هنا هنا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أبي أستاذنكم، أبي رفيق دربي يجي.
مخلي أبو فيصل. أهل أبو فيصل. يا حبيبي يا حبيبي الله يسعدك. طبعا بدينا جميع وما زلنا ومستمرين إن شاء الله. يا مرحبا. الله يسعدك. سامي أهلا وسهلا. يا مرحبا. الله يسعدك. الله يسعدك. يا مرحبا. بدأت هنا تعرف ذا كلكم عينين في رأس. أمسك خلاب حاتي ما عارف حاتي وأنا ماسك شيء. الحقيقة يعني الكلمات لا يمكن أن تتسع أن تطلع بهالمكان ذا حقيقة يعني لأني سنوات كبيرة وطويلة وحنا نشتغل ونعمل من أجلكم ومن أجل المجد والمجد على ما قال هي المحضن الأول اللي اشتغلنا عليه وأنا والأستاذ إبراهيم وجميع الشباب اللي عاملين بالدراما لا يمكن أن نشكر المجد لا يمكن يعني مهما سوينا ومهما فعلنا لا يمكن أن نوفيها حقها الله يعطيكم العافية طبعاً للتنويه انه ايضا الاستاذ ابراهيم زيري عنده تكريم برضه له تكريم في الحفل ما يقول ابغى رفيد زدربي برضه خلاص يعني لما يجي خلاص ما يبغى رفيد زعمري يعني بنطول كذا طيب ايضا يتفضل الان الاستاذ تميم المعتوق هو بطل من ابطال شبكه المجد في الدراما تفضل الله يحييك يا مرحبا الله يسعدك والحق بينا انداس والكذب صار انهار والحلم مش عايشينه والفجر مش شايفينه واللي مسك على دينه ماسك بجمر النار ماسك بجمر النار ديني ذخر جدكم والله يشكى جدكم والله يشكى أول شيء شكرا جزيلا للقناة الحقيقة أنا يمكن واحد من أكثر الممثلين اللي يخسرونهم تذاكر وسكن يجيبوني من الدمام جزاهم الله خير المنتجين ما يحبوني أنا أدري ما يخالف حياة صعبة ما عليه والله يجزاكم خير وعندي حقيقة يعني طلب من المخرجين يا أخي كله شر ما يصير كذي أنا هذاك ذابحة من مسلسلين وذاك ذابحة من 4 مسلسلات وهذاك اللي قدامي ذابحة من 5 ما يصير كذي أعطونا فتشة شوي أعطونا لأنه أطيب واحد ترى خارج اللوكيشن أي والله يعني أي عكس شخصية الشر أنا ودي الحقيقة أشكر القناة إحنا أنا والإخوان والزملاء والأخ ياسر ما شاء الله من النجوم الكبار إحنا نجي نستمتع بوقتنا يعني ما هو عمل هو في الحقيقة متعة أنا ما أدري إيش يعطونا فلوس صراحة اللي نسوي يعني لأن كلنا نجي نستمتع وأمتع اللحظات هي الأشياء اللي ما يشوفونها الجمهور اللي يصيروا على الكواليس فهذا الجو الجميل اللي تصنع القناة وهذه الروح الحلوة وهذه الروح الإيجابية الله يديمها وإن شاء الله نجي في 1000 مسلسل وأكثر بإذن الله تعالى شكرا شكرا يعطيكم العافية الله يسلمك شكرا الأسماء اللامعة كثير والتكريم ما زال مستمر أيضا الاسم التالي ويستحق هذا التكريم فهد المطيري أبو سند يلا ابو سند بطيء ابو سند خلونا نشوف ايضا ملخص ل ابو سند هذا النجم ابو سند عدنا والعوده احمد عدنا اليكم احول افحال هجير الغبار والهجن تمشي على هنا درت عليهم راح على قدار دنيا بهيا مشحونه ندبر الدزه الاشرار
يمشون بالشوك ويذرونه وين اقبلت زفت الاخيار غيري اظفر قادة المجد هنيئا وارشك الله يعطيكم العافية. شكرا للمجد، شكرا لجمهور المجد، شكرا للعاملين في المجد. حقيقة حبيت أشكر في هالمكان، هناك شخصيات كثيرة أحس أني يعني مدين لهم بكثير من المعروف علي، أمثال أول من أدخلني بوابة المجد المشرف على مطبات الأخ وليد الزويد وأبو عبد الله محمد المخرج محمد الحميد مخرجنا الحبيب وأبو إبراهيم هادي الصالح من البدايات في المجد وسهيل المطيري كذلك. أشكر الجميع وأشكر اليوم كذلك أبونا في الدراما الأستاذ محمد جمال بيض الله وجهه وشكرا للجميع. شكرا أبو سند. شكرا جزيلا. شكرا ايضا لاساتذتنا على وقوفكم، لسه مكملين تكريم ان شاء الله لكن ما ودنا نتعبكم فبريك ان شاء الله نرجع لكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يسعدكم. شكرا. شكرا. طيب ياسر، ما زلنا احنا مستمتعين في هذا البث الاستثنائي.